حازم بيه، خلصت القضية مش كده؟ بلغني إن البوليس قبض على القاتل الحقيقي وإنه وصلك وأخليت سبيله. ليه؟ من أيام ما كنت في سنة أولى حقوق وأنا ما أعرفش غير العدل. إذا كنت أنت ظالم فدي حاجة تخصك أنت، لكن أنا لأ، لا يمكن أشاركك أي ظلم. وبقيت ضحية من ضحاياك يعترف زور بالتهمة؟ المسكين فرحان عشان هيهرب من عذاب لعذاب أخف شوية. مش أنا طلعت بيه. أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ أنت مش عارف إنك ممكن تخرج من مكتبي على هناك؟ عارف، بس عارف كمان إنك مش هتقدر. عاد العزام بره هربان، فضيحتك وفضيحة الدرية في إيده، وعادل حريص علي قوي. اسمع طلعت بيه، العدالة عايزة شهادة المدام قدام المحكمة، عايزة القاتل الحقيقي مش واحد زي اللي انت بعتهولي. لحظة يا أستاذ حازم، ما بلاش انت، ممكن حد غيرك يتولى القضية عشان تبقى طبيخ. أنا بقول عشان تستريح. أنت ليك أخت في الجامعة مش كده؟ مالك ومال أختي؟ أبدا، بس أحيانا بتجينا تقارير عن بعض الناس، والتقارير دي ساعات بتبقى مضرة. اعمل اللي تعمله، انا مش هسيب القضيه دي الا وانا ميت. مش بعيد اموت على ايديك. الحرب بدات يا حازم، لكن المهم انه بعد الطلقه الاولى الجندي ما يخافش من العدو، ويمكن يقدر يعرفه على حياته. طلعت مرجان ما بقاش يخوف زي الاول. ايه اللي جرالك يا طلعت يا مرجان؟ حته واد بتاع مزيكا يهزك؟ لا مش هو ده. امال ايه؟ حبك لدريه؟ اللي زي لازم يقتل الحب في قلبه حتى لو قتل دريه نفسها. وحازم، حازم المغربي، حازم هو العدو الحقيقي، واللي يقدر يحدد عدوه يقدر يكسب المعركة. بس المشكلة إنه طراز غريب. الناس فاكرة إني دايما بنتصر عليهم، أبدا، دول هما اللي بيهزموا نفسهم، الخوف اللي جواهم بيهزمهم. حازم ما بيخافش، لكن لازم يخاف، لازم.